اللي سنة وانتي طيبة وانتا طيب. شايفين الفوازير دي؟ فوازير نيلي وشريهان وسمير غانم وفطوطة اللي هتفضل عايشة جوانا من أول ذكريات طفولتنا لحد ما نعجز، وهيتوارثها أجيال من بعدنا لأنها كانت متطورة بشكل كبير وبتواكب كل العصور. كلنا عارفين أبطالها وكنا بنشوفهم وبنتابعهم كل يوم في كل فزورة بتتعرض، لكن البطل الحقيقي اللي عمل وأبدع في كل الفوازير دي ومع كل النجوم دول هو المبدع الراحل فهمي عبد الحميد. مخرج أمريكا اتعلم ريما في أمريكا. وإزاي تيزا؟ كويسة؟ الحمد لله. وإزاي نينا؟ كويسة؟ فهمي عبد الحميد مخرج مصري اتولد سنة 1939 بحي العباسية بالقاهرة، وبعد 4 سنين اتوفى والده ليستكمل حياته يتيما مع والدته، واتنقل معاها البيت العيلة بالقناطر الخيرية حتى وفاته. اتجوز وعنده 3 أبناء، وائل المخرج التلفزيوني ومحمد والإعلامية الجميلة لمياء فهمي عبد الحميد. التحق فهمي عبد الحميد بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة وتخرج منها سنة 1963 بقسم الحفر، واشتغل في التلفزيون المصري سنة 1964 بقسم الرسوم المتحركة، وتتلمذ على إيد أساتذة في الرسوم المتحركة الأخين حساب مهيب وعلي مهيب. في بدايات حياته العملية قام فهمي عبد الحميد بتصميم تترات عدد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، ومن أشهرها فيلم الخيط الأبيض اللي حاز على الجائزة الذهبية لمهرجان التلفزيون العربي لسنة 1965 اللي أخرجه أساتذة الرسوم المتحركة حسام مهيب وعلي مهيب، ومسلسل وليد ورندا في الفضاء، ومسلسل جحا بطولة عبد المنعم مدبولي في سنة 1974. تعالوا بينا انت وهي يا كل صبي ويا صبية، مع رندا وواليد حبايبنا اطلع لي رحلة فضائية. يا صايم رمضان يا عابد ربك. كانت بدايته الحقيقية مع فوازير رمضان التلفزيونية، واختار الفنانة نيلي علشان تقدمها، وكانت فكرتها بتعتمد على استضافة فنان الرسوم المتحركة في كل حلقة، وكانت بعنوان صورة وفزورة، وبعدها قدم صورة وفزورتين وصورة وثلاث فوازير وأنا وإنت فزورة. ماذا تفعلين هنا بحق السماء الآن؟ لقد بدأ حق توزيع الشهادات وأنت لم تلبسي رداء الجامعة بعد. بعد كده جاء اللقاء مع صلاح جاهين وقدموا أحلى ما قدمت نيلي من فوازير زي عروستي والخطبة. عروستي لا 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 لا. هفرجك على نمرة من ريحة الخطيب اللي عترة، وإن قلتي إيه شغلته هيتجوزك حضرتك. قولي إن شاء الله. طب بس يوم. وبعدها قرر فهمي عبد الحميد تجديد دم الفوازير بعد ما قدمتها نيلي لمدة 7 سنين، ليلتقي بالمؤلف عبد الرحمن شوقي والفنان سمير غانم، وابتكر شخصية فطوطة وجسدها سمير غانم سنة 1982 و1983 و1984، وحققت نجاح جماهيري كبير. يا أستاذة، أنا أي ممثل عالمي يتمنى إنه يشتغل معايا.
بعدها قرر المخرج فهمي عبد الحميد عمل تغيير جديد، فاتجه إلى الإذاعة المصرية وقام بنقل حلقات ألف ليلة وليلة تأليف الشاعر الكبير طاهر أبو فشا، وقام الشاعر عبد السلام أمين بكتابة الفوازير داخل الحلقات. وفي سنة 1988 اختار فهمي عبد الحميد الفنانين يحيى الفخراني وصابرين وهالة فؤاد لتقديم الفوازير، وكان التعاون لأول مرة مع الكاتب الساخر يوسف عوض، وتم تقديم الفوازير لأول مرة بشكل كوميدي وبداخلها فزورة كتبها عبد السلام أمين. في سنة 1989 انضمت الفنانة ليلى علوي لحلقات ألف ليلة وليلة، وكانت منفصلة عن الفزورة اللي قدمها الفنان مدحت صالح والفنانة شيرين رضا. إنها قصة الصمود والعزيمة ورفض الهزيمة، ولكن قصة الأمير زعفران مع ذلك الشيطان يأتي في سياق قصة الملك لقمان. أنا عايز أعرف أنت ليه مش عايزة تيجي معانا؟ إشمعنى السنة دي اللي عاوز تاخدني معاك؟ لأن السنة دي أنت كبرتي ولابد الملك الحكيم يباركك كأميرة، وعشان أنا ما عنديش ولد فيما بعد هتبقى أنت ملكة الجزيرة. ربنا يخليك لينا. فهمي عبد الحميد كان مخرج مبدع وعنده حس فني كبير، وده اللي خلاه يتعاون مع كبار الملحنين زي سيد مكاوي ومحمد الموجي وحلمي بكر ومنير مراد وأحمد صدقي وخالد الأمير ومنير الوسيمي وسمير حبيب وهاني شنودة وإبراهيم رجب ومحمد أبيل وعمار الشريعي وعمر خرشد وسامي الحفناوي وصلاح الشرنوبي وفاروق الشرنوبي. أخرج فهمي عبد الحميد العديد من أغنيات الأطفال اللي حققت نجاح كبير وانتشار كبير، وكان بيخرج الرسوم المتحركة بأعماله اللي حصلت على جوائز من مهرجانات دولية، ومنها إبريق الشاي للسيد الملاح، وكمان المطربات عفاف راضي وليلى نظمي ولبلبة وإيمان الطوخي، وقدم أغنيات وطنية زي على ضفافك يا نيل غناء وردة ويوم الهنا غناء نجاة الصغيرة. أنا إبريق الشاي على ضفافك يا نيل، اخترت المواويل اخترت المواويل، وقلب ألمان يحب لأن ده يوم الهنا أخرج فهمي عبد الحميد برنامج كشكول إعداد الراحل صلاح جاهين وتقديم سلمى الشماع مع شخصيات كرتونية اسمها سكر، وأداها الفنان إبراهيم نصر. وأخرج مسلسل مبروك جالك ولد تأليف للين الرملي وبطولة نيلي ومحمود عبد العزيز. حظك ضرب ليلى ازاي احياء ابوك، مبروك مبروك مبروك. حاس فهمي عبد الحميد على تكريم الرئيس الراحل حسني مبارك بمنح نوط الامتياز من الدرجة الأولى. فهمي عبد الحميد أيقونة الفوازير وواحد من رواد الإخراج في التلفزيون المصري من بداية نشأته، وواحد من رواد الرسوم المتحركة وفن التحريك، وكانت نهاية الرحلة يوم 17 يناير سنة 1990 لما كان بيصور حلقات ألف ليلة وليلة بطولة مدحت صالح ورغدة ومنى عبد الغني، ووافته المنية وخرجت روحه إلى بارئها ليصدى الستار على مشوار امتد أكتر من 50 سنة. رحل الفنان فهمي عبد الحميد بجسده، لكن ما زالت روحه موجودة حوالينا بأعماله المبدعة اللي كانت سابقة عصره واللي محفورة في ذاكرتنا وبترجعنا لزمن فات بس لسه عايش جوانا.